عندما أعلنت حفيظة أركان استقالتها من منصب محافظة المركزية التركية الأسبوع الماضي، لم ينعكس القرار سلباً على الأسواق، فهذه المرة تبدو مختلفة بحسب المستثمرين، وسيناريو العودة إلى السياسة النقدية غير التقليدية الذي تكرر مراراً في الماضي، لا يزال هذا السيناريو غير مرجح. هذه الثقة تبدو منتشرة على نطاق أوسع في السوق، ويمكن رصدها في عقود مقايضة الائتمان الافتراضي التركية، حيث ظلت التحركات عليها محدودة بعد إعلان الاستقالة، وهو ما نراه هنا على هذا الرسم البياني، الاستقرار النسبي على عقود المقايضة إن كان لخمسة أعوام أو لعامين في الآونة الأخيرة. بحسب بلومبرج انتليجنس، يشير ذلك إلى الاحتمالية المنخفضة بأن يعود المركزي التركي إلى سياسته المناهضة لرفع معدلات الفوائد، وعلاوة على ذلك فإن الانخفاض المستمر للودائع المحمية بالعملة الأجنبية في تركيا يعتبر مؤشراً على استمرار معركة المركزية التركية ضد التضخم من أجل استعادة ثقة المستثمرين الأجانب في وقت باتت فيه الحيازات من الأصول التركية قرب مستويات قياسية متدنية. طبعاً على هذا الرسم البياني لدينا صورة أوضح حول الفوائد على الودائع بالليرة التركية وكيف تسجل انخفاضاً نسبياً منذ تقريباً نوفمبر من العام الماضي. أما الودائع المحمية بالعملة الأجنبية فهي أيضاً على نوع من استقرار نسبي، أو التراجعات التي منيت بها في الآونة الأخيرة ليست تراجعات حادة على غرار ما كنا نراه في منتصف العام الماضي. من دبي ينضم إلينا إمري أكا كارم، المستشار الأول في إيست كابيتال. أهلا بك معنا في البرنامج، واعذرني إن لم ألفظ اسمك بالطريقة الصحيحة. سيد إمري، بداية، هل من الممكن أن نرى تغيرا كبيرا في الطرح الموجود في تركيا حاليا فيما يتعلق بالسياسة النقدية بعد التغير الجذري الذي كنا قد تبعناه العام الماضي، حتى أصبحت السياسة النقدية مواكبة وموائمة لما نراه في الأسواق العالمية عندما يكون هناك مستويات تضخم مرتفعة؟ الحدث الأخير لا يمثل تغييرا كبيرا، فنحن كنا أمام تبديل خمس مرات في رئاسة البنك المركزي التركي، وهذه التغييرات حصلت بشكل متكرر، لكن التغيير الأهم كان قبل خمس سنوات عندما رأينا تغييرا كبيرا في سياسة البنك المركزي التركي، ثم حصل تغيير في المنتصف، وآخر تغيير كبير كان في يونيو، لكن ذلك التغيير في يونيو عندما تولت أركان المنصب، هذا الأمر ترافق بتغيير كبير في السياسة باتجاه السياسات التقليدية. حاليا التغيير كان مفاجئا، وكنا أمام شائعات لا نعلم السبب الحقيقي للاستقالة حتى الآن، لكن الأسواق لا تركز على ذلك، وإنما تركز على ما إذا كنا سنرى استمرارا في السياسات أم لا. بالنسبة لي الخبر الأهم في كل هذه التطورات أن وزير المالية التركي شمشك كان في الصورة ويسيطر على العملية حتى الاستقالة، وأوضح أنه المسؤول عن الاقتصاد، وأوضح بجلاء أن الحاكم الجديد للبنك سيعين بناء على توصيته، وبالتالي هو سيطر بسرعة على الموقف، وربما هذا الأمر أزال الكثير من علامات الاستفهام. ومع تعيين حاكم جديد للبنك المركزي التركي، لا أعتقد أن أحدا سيشكك في استمرار السياسات الحالية القائمة، أي السياسات التقليدية. إمري، كنا لطالما تحدثنا في الفترة الماضية قبل وصول حفيظة أركان إلى منصبها، كنا نتحدث دائما عن التباين الواضح والاختلاف في السياستين المالية والنقدية، وأنهما يسيران عكس بعضهما البعض في وقت سابق. الآن وقد باتت السياستان في مسار تشددي إلى حد ما، السياسة المالية ليست كثيرا، هل من الممكن أن يكون لذلك تأثير جوهري نراه في الفترة المقبلة؟ لأنه طبعا هناك دائما فجوة زمنية أو تايم لاج بين تأثير هذه السياسات.
في الجانب المالي كنا أمام 5 إلى 6% كعجز العام الماضي. نعلم جميع الأرقام باستثناء الناتج المحلي الإجمالي، وهذا أكبر عجز يسجل منذ الأزمة المالية العالمية، ولكن هذا لا يمثل تغييرا بنيويا في الجانب المالي. لا أستطيع الحديث عن انضباط مالي، فنحن كنا أمام سياسات اقتصادية مرتبطة بالانتخابات لسنوات، ولكن في الجانب المالي لن نرى سدا كبيرا للعجز. أما في البنك المركزي ستكون السياسة متوافقة مع السياسة المالية، ووزير المالية شمشك سيضمن وجود تنسيق كبير في صنع السياسات بين وزارة المالية والبنك المركزي، ولا أعتقد أننا سنرى سياسات غير متوافقة بين الجانبين المالي والنقدي في المستقبل المنظور. فطالما أن شمشك موجود في مقعد القيادة فهو سيضمن أن تكون السياسة متسقة بين جميع جوانبها. هل برأيك ما نراه من تراجع يعني متباطئ نوعا ما في معدلات التضخم لا تزال مرتفعة ولا تزال أعلى من المستهدفات التي ترصدها عادة البنوك المركزية بكثير، ولكن هل برأيك نحن على المسار الصحيح أو من الممكن أن يكون هناك احتواء فعلي لمستويات التضخم؟ عند أي مستويات فائدة من الممكن أن تصبح هذه الصورة أو أن تصبح الفائدة مقيدة، علما أن لا تزال الفوائد الحقيقية سلبية في تركيا حاليا؟ التضخم ما زال مرتفعا ولم يتراجع، ولم نرى تحسنا كبيرا في توقعات التضخم أيضا. إذا أخذنا الرقم بمفرده سيكون المرء متشائما، ولكن ما تغير منذ يونيو، إذا أردنا وضع الأمور في سياقها، في يونيو كنا أمام تضخم يبلغ 56% بعد الانتخابات مباشرة، وكانت الفائدة عند 8.5%، وكنا أمام إطار تشريعي معقد وتحديدا بالنسبة للقطاع المصرفي. أما الآن فنحن لدينا فائدة تبلغ 45%، والتشريعات بسطت، ومع وجود حاكم جديد للبنك المركزي هناك آمال بأن نرى موقفا أكثر تشددا. إذن يجب أن نراقب الزخم. نحن لسنا في وضع جيد في الوقت الحاضر، وأعتقد أن البنك المركزي كان متساهلا نوعا ما رغم عمليات رفع الفائدة، ولكن إذا نظرنا إلى الزخم فإن التضخم يبلغ 65%، والتوقعات تراجعت إلى مستوى 40 أو 50% تقريبا، والفائدة عند 45%. الاقتصاد يتباطأ، لكننا لن نرى هبوطا حادا بل هبوطا سلسا نوعا ما. الناتج المحلي الإجمالي سينمو بحسب المتوقع إلى 3%. إذن بالمجمل أو تلخيصا لما سبق، فإن الأمور ومن منظور اليوم لا يبدو التضخم جيدا، ولكن بالنسبة لاتجاه التغيير والزخم لا نستطيع القول إن المهمة قد شكرا. اشتركوا في قناة اقتصاد الشرق مع بلومبرج على يوتيوب لمتابعة برنامج الصباح مع صبا، معي أنا صبا عودي.